ينضم إلينا للحديث عبر الهاتف الناشط السياسي عبد الله دوعهن. أهلا بك أستاذ عبد الله. إذن 3 سنوات منذ انقلاب ميليشيا الانتقالي على السلطة الشرعية في أرخبيل سقطرى، صف لنا وضع الأرخبيل خلال هذه المدة حتى اليوم. أولا أحييك أخي وأحيي أخوة المشاهدين. أهلا بك. ميليشيا الانتقالي انقلبت على مؤسسة الدولة في 19 يونيو، وكانت هذه اليوم يوم مشؤومة ويوم انتكاسة، لتصبح سقطرى بعد انقلابهم في سطور من المأساة والفوضى. خلال هذه الفترات الثلاث أو خلال هذه السنوات الثلاث عاشت سقطرى في مربع من الفوضى. هناك انفلات أمني كبير تشاهده سقطرى، وكذلك عاشت سقطرى أزمة من يعني عاشت في أسوأ الخدمات. وافتقرت سقطرى خلال هذه الفترة إلى أبسط الخدمات، والتنمية فيها انعدمت تماما بعد انقلاب ميليشيا الانتقالي على الشرعية في 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 19 يونيو. لو جينا إلى جانب الخدمات في سقطرى فلا شيء في سقطرى خلال هذه السنوات الثلاث. وإذا جينا إلى المطار فهناك جنسيات مختلفة يتم السماح لها بالدخول دون تأشيرات ودون طرق شرعية. سقطرى نستطيع أن نقول أنها عاشت مرحلة من الفوضى خلال هذه السنوات الثلاث. إذا جينا إلى الميناء فهناك سفن يعني محملة لا نعرف ما بداخلها. نعم. هناك سفن تأتي دون أن يتم التفتيش ما بداخلها. كذلك هناك سطو على ممتلكات وأراضي الدولة في سقطرى خلال هذه السنوات الثلاث. كذلك هناك أيضا معسكرات أطعمتها الميليشيات الانتقالية خلال هذه السنوات الثلاث. إذا كل هذه هذا التصعيد وما ذكرته للتو، كيف تقيمون موقف الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي إذا هذه الانتهاكات التي عددتها؟ للأسف أن هذه الميليشيات، ونحن كم قلنا مرارا وتكرارا أن هذه الميليشيات للأسف الشديد تم تمكينها من قبل المجلس الرئاسي. انقلبت على يد القوة وبقوة السلاح وبأهمة المحافظة، وأتت بالقوة ومن ثم تم شرعنتهم. ولذلك نحن أبناء سقطرى لا زال الأمل موجود، لا زال أملنا ووقوفنا مع الدولة ومع الشرعية اليمنية وكذلك مع المجلس الرئاسي، لا زال الأمل موجود. ولذلك أصواتنا كل يوم تتعالى لإنقاذ سقطرى ميليشيات التي جثمت عليها والتي كل جميل في هذه المحافظة، والتي أصبح المواطن اليوم يعيش في حالة من الخوف، في حالة من الرعب. اليوم سقطرى يعني قاسية جدا، ونحن في الأسر هذه الثلاثة أو الأربعة الملاحة البحرية تكون مغلقة تماما، البحر تكون مغلقة تماما، ولذلك لا يوجد تمويل للمحافظة. سقطرى عاشت في مرتع من الفوضى. نعم. وفي مربع من الفوضى للأسف الشديد، يعني لا يوجد الآن خصوصا أهل سقطرى قادمين على موسم أرياح، فلا يوجد هناك تمويل للمحافظة بكل الخدمات فيها سواء من المواد الغذائية وغيرها. أشكرك جزيل الشكر الناشط السياسي عبد الله دوعهن، حدثتني عبر الهاتف، شكرا لك على هذه الإيضاح.